يتسرب في العالم ويطيح بعشرات آلاف الضحايا، شغل العالم بمواجهة قد لا تنتهي قريباً. في هذه الحرب العالمية ثمة خاسرون كثر، وثمة من استطاع درء شيء من وحشية الفيروس. مجلة فورين بوليسي الأمريكية تناولت دروساً من بعض الدول في إيقاف تمدد كورونا، والأهم نجاحها في تصليح منحنى انتشار الفيروس. المجلة تناولت عدة أمثلة استطاعت مواجهة الفيروس والتخفيف من حدته، أبرزها تايوان، سنغافورة، وكوريا الجنوبية، وجورجيا، وكندا، وأيسلندا. فتايوان التقطت الخطر مبكراً ولم تثق بالصين ومعلوماتها، مستندة على تجارب سابقة معها في تعامل بكين مع فيروس سارس قبل سنوات. وكذلك فعلت سنغافورة باستجابة مبكرة وفعالة، واتخذت إجراءات صارمة وتتبع الخاضعين للحجر الصحي وزيادة إنتاج المعدات الطبية. أما في كوريا الجنوبية، ورغم انتشار الفيروس بكثرة، إلا أن سول تمكنت من إبطائه وإجراء نحو 20,000 فحص يومياً في مواقع اختبار محددة، إضافة إلى تتبع الحالات. جورجيا، وعلى رغم اقتصادها المتعثر، اتخذت تدابير جادة نهاية فبراير، بما في ذلك إغلاق المدارس وإجراء فحوصات واسعة. كندا كذلك، التي بدأت مبكراً في الاختبارات وعمليات المسح وإجراءات مثل إغلاق المدارس والجامعات. وفيما تراهن دول على وعي شعوبها، تواجه أخرى أزمات ثقة بينها وبين الشارع، كإيران التي أدى تأخرها في التعامل مع الفيروس لينتشر بشكل كبير، وتتحول البلاد إلى بؤرة للفيروس في المنطقة.